باش تعطى الانطلاقه لهذه المجموعه كريات زعما تم الاقتصار على واحد المجموعه ديال الجماعات متابعين العمل ديال المراكش، وفوق ان هذا هي توسع مجموعة التراب ديال الجهه. في الاول بدينا بالجماعات اللي الجهه ديال مراكش اسفي باش يشوفوا الجماعات اللي عندهم الرغبه انهم يدخلوا مع يدخلوا في اسم ديال المهمه ديال تدبير النقل الحضاري وشبه الحضاري سميتوه المؤسسه سميتو مجموعه الجماعات الترابيه مراكش للنقل باش يتجمع كل شيء الملف ديالنا يتجمع في بلاصه واحده باش يتجمع في بلاصه واحده. دابا كاينين عندكم هنايا ثلاثه ديال الملاحق الاتفاقيه الاولى اللي باش تحدد المجموعه ديال الجماعات. هاد الملاحق دازو جوج ديال الدورات، هادشي علاش كانوا ثلاثة. الملحق الأول جوج الأقاليم، هاد الملحق خاص بواحد جوج الأقاليم اللي عبروا على الرغبة ديالهم قبل ما تنعقد الدورة ديال فبراير. ملي تلقات تحل هاد الباب ديال ديما ديال مجموعة ديال الجماعات انضموا ثلاثة ديال الأقاليم كما في التوضيح ديال السيد ممثل الجامعة ممثل الجامعات. كاين عندنا إقليم سراغنا الملحق الأول، عندنا الملحق الثاني في إقليم سراغنا وإقليم شيشاور، والملحق الثاني خاص بإقليم الحوض. هاد الأقاليم فيها مجموعة ديال الجماعات خاصها تاهي هي علمت على الرغبة ديالها باش تنضم، ولكن حنايا كشيء خاصنا حنا نديو الرغبة ديالها لأن حنايا ما عندناش مشكل معاها، ولكن بالنسبة للمؤتمر اللي هو مؤتمر هدف راه تيكون تاني في دورة أخرى ويكون المؤتمر والتفاصيل. بالنسبة اللي تأتي للجماعات التي تكون مقرقة وغادي يطلع السيد وزير الداخلية هو اللي غادي يكون مصادفة عليه، إنما حنا دوك تنقولوا غير حنا قاديين حنا بحال كاع مجموعة كاع الجماعات الآخرين الناس هما مدورين على الأمر، هذا هو اللي الأمر اللي كيمشي. باش نبدا في التنسوق من حيث الحضور، السيد ممثل الجماعة الترابية، السادة النائبة والنواب الأعضاء والرؤساء جامعات تقن. السؤال اللي عندي هو ان الطلب من السؤال على واش هذا المشروع اللي هو ديال انضمام هذا الجماعه اللي كان السؤال الثاني يعني اذا كان ما تستفد واش تقريبا هذا الشيء هذا قريب واش يدخل حيز النفذ يعني عندنا قريب في المناطق اللي هي مستهدى من اعاده ديال التاهيل والهيكله او لا غادي المشروع هذا يتاخر حتى وكان يعني تم تاهيل وهيكلات او لا تاهيل الدواوين اللي هي في المنطقه اليسرى. لان احنا دابا الاسقاط مقسمه الى قسمين، كاينه الجهه الاولى اللي هي معرضه نستافد من العمليه ديال الهيكله فيها رواد الحار فيها يعني المشاريع الاخرى، وكاينه المنطقه اليسرى اللي هي مازال ما استفدناش من عمليه. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد وزياره موقعنا www.masinktv.ma